في مدارس الحكومه ولا لاقي الرحمه من المدارس الخاصه، والدنيا متسابه. طيب احنا طبعا يعني كان عندنا مشهد هو ده الامل، لما نلاقي الدكتور مجدي يعقوب، السير مجدي يعقوب، واقف الصف في اسوان ومستني الدور، لو امين شرطه ولا حد من الاساتذه ولا حد من الساده النواب ولا حد من النيابه، كان ادى كوع للناس وطلع على اول مكنه. لكن لما نلاقي النهارده الدكتور عالم بقيمه الدكتور مجدي يعقوب، لما نلاقي سير النهارده مجدي يعقوب واقف الصف بهذا المشهد، احنا نديله الف تحيه واحترام. وحتى المواطنين، الراجل عايش ومتعايش، منهج وسلوك واسلوب، ونتمنى الناس تاخد نفس المنهج. نتمنى نشوف وزير نازل كده يقف في الصف. احنا لغايه دلوقتي ما شفناش وزير ولا رئيس وزراء مر على محافظات مصر، على 27 محافظه، كلهم لزقوا في الكرسي في قلب وزارتهم وقاعدين في قلب القاهره. احنا كان معانا تقرير عن جامعه القاهره والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعه كان بيستعرض مشروع تحول الجامعه للجيل الثالث. نشوفه ونرجع تاني لحضراتكم.